قناة المسلم أخو المسلم الدعوية، بوابتك للعلم النافع. فأول مبدأ هذه الانهيارات الأسرية عدم حسن الاختيار، عدم حسن اختيار الزوجة والزوج الصالح. هذا مبدأ الانهيار إلا أن يشاء الله. فما بالك أو ما حال بيت كون في أول تكوينه، تتزوج مثلا امرأة صالحة صائمة مصلية رجلا غير مصل بل شارب للخمر مدمن على الملاهي مدمن على النظر إلى المحرمات، فهل تظنون أن هذه الأسرة تكون أسرة عطاء وبناء؟ لا، أسرة منهارة في بداية نشأتها. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه، إن لا تفعلوا تكون في الأرض أو يكون في الأرض فساد عظيم، يكون في الأرض فساد عظيم. تأمل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، يعني لا يكون في الأسرة فقط الفساد العظيم، يكون في الأرض فساد عظيم. لماذا؟ لأن انظر إلى مجتمع، زوج تزوج من امرأة غير صالحة، ثم زوجة تزوجت من رجل غير صالح، وهلم جرى، من الذي يضيع في هذا عدم التكافؤ؟ هذا من؟ الجيل الذي ينشأ بين أم وأب على غير صلاح. فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة فيتأثر بمن؟ بأبيه وأمه، فيظهر أو يطلع هذا الولد صالحا أو طالحا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى بمقتضى رحمته. لكن هذا الأصل،